الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، في الدرس الماضي تم شرح طرف مما تنطوي عليه الآية الكريمة في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وآية اليوم: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. جرت عادة القرآن الكريم على أن الأوامر توجه إلى جماعة الذكور: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. لو تتبعت ما في القرآن الكريم من آيات لوجدت معظمها موجها إلى جماعة الذكور. فما حكم النساء؟ قال علماء الأصول: النساء مشمولات بكل أمر موجه إلى جماعة الذكور. على سبيل التغليب، إذا دخل إلى غرفة 20 بنتا وصبي واحد تقول: دخل الطلاب. هذا أسلوب التغليب، يعني إذا كان الفاعل ذكورا وإناثا تستخدم صيغة الذكور في الفعل. فحينما يأمر الله سبحانه وتعالى الإنسان، خطابه وأمره ونهيه موجه إلى جماعة الذكور. هذا الأمر وهذا النهي وهذا الخطاب ينطبق على النساء بسبب التغليب، أو ينطبق على النساء بسبب آخر وهو القياس. ما دامت المرأة مكلفة كالرجل فما ينطبق على الرجل ينطبق على المرأة. فهذا الكلام موجه خصيصا إلى الأخوات المؤمنات. أية آية في القرآن الكريم موجهة إلى جماعة الذكور هي موجهة بالقياس أو بالتغليب إلى جماعة النساء.
فإذا قرأت المرأة المؤمنة يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، إنها معنية بالخطاب 100%، وفق علم الأصول، لأن ما يخاطب به الرجال ينسحب على النساء، إما بالتغليب وإما بالقياس. ولكن أحياناً بما أن المرأة قد خلقت بصفات خاصة لتؤدي وظيفة خاصة في المجتمع، فللمرأة في القرآن الكريم أحكام خاصة. من هذا المنطلق كانت هذه الآية الكريمة، لأن للمرأة صفات خاصة تؤهلها لأداء وظيفتها في المجتمع، إذن لها أحكام خاصة. ولكن هذا لا يمنع أن نفهم كما نص عليه القرآن الكريم أن المرأة مساوية للرجل تماما من حيث التكليف ومن حيث التشريف. فالله سبحانه وتعالى أمرها بالإسلام، إذن عليها أن تعرف أركان الإسلام، وأمرها بالإيمان، عليها أن تعرف أركان الإيمان، وأمرها بطاعة الله ورسوله فيما نص عليه القرآن وفيما نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام وفيما استنبطه العلماء من النصوص الكلية، فيما استنبطوا من أحكام فرعية من النصوص الكلية. ولكن هذه الآية التي نحن اليوم بصدد تفسيرها، هذه الآية خاصة بالنساء، لأن الله سبحانه وتعالى شرفها كما قلنا قبل قليل، شرفها بالإسلام وساواها مع الرجل وشرفها بالتكريم، ولكن جعل لها وظيفة خاصة، جعلها زوجة وجعلها مرغوبة، مرغوب بها، وجعلها تخطب، لا تخطب، تخطب، وأمرها أن تقر في البيت حفاظا على أداء مهمتها وصونا لما خصها الله به من أن يكون مبتذلا. فقال تعالى وقرن في بيوتكن. ولكن هذه الآية تشير إلى أحكام دقيقة متعلقة بالمرأة، فقال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. فالحديث الذي كان عن غض البصر أي أن هناك أصنافا من النساء لك أن تنظر إليها وهن المحارم، وهناك نساء أجنبيات أمرت أن تغض البصر عنها، واللاتي أمرت أن تنظر إليهن يجب أن تنظر إليهن ببعض البصر لا بكل البصر، لا أن تملأ عينيك من محارمك. غض بصرك بمعنى يعني انظر بعض الشيء إلى اللواتي أمرت أن تنظر إليهن أو أبيح لك أن تنظر إليهن. فالمن للتبعيض، لتبعيض الجهة المبصرة ولتبعيض الجهة المبصرة. هذه الأحكام الدقيقة التي وردت في الدرس الماضي يمكن أن ترد اليوم أيضا بالتمام والكمال. فالمرأة في حياتها مجموعة من الرجال لها أن تنظر إليهم كالزوج والأب والأخ والابن وابن الابن وابن الأخت وابن الأخ، هؤلاء الرجال لها أن تنظر إليهم، لذلك أمرت بغض بعض البصر. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. شيء آخر
يعني هذا الرجل الذي أبيح للمرأة أن تنظر إليه لا ينبغي أن تنظر إليه مدققة بملء العين مكررة مستمرة، يجب أن تغض البصر. طبعا الزوج له حالات خاصة في الآيتين، فقط الزوج، ما سوى الزوج يجب أن يكون هناك يعني كما قال العلماء يعني نظر ولكن باعتدال، من دون أن يكون هناك استمرار وتدقيق ومعاودة وإملاء العين من المبصر إليه. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ومن المعنى الثالث أن المرأة إذا منعت من أن تنظر إلى أجنبي ونظرت إليه فجأة فتأتي من بمعنى أن النظرة الأولى لها والثانية عليها، فأول من لغض البصر عن الأجانب، ومن الثانية لإطلاق بعض البصر إلى المحارم، ومن الثالثة لو نظرت فجأة إلى رجل لها الأولى وليس لها الثانية، هكذا قال بعض الفقهاء. يعني أحكام من التبعيضية في الآية السابقة يمكن أن تنسحب بكاملها على الآية اللاحقة. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وكيف أن الله سبحانه وتعالى إطلاق البصر والتدقيق في المبصر فيه بعد عن الله عز وجل، وفيه غفلة، وفيه اتجاه نحو الشهوة، كيف أن هذا الأمر لا يليق بالمؤمن؟ لذلك جاء الخطاب بطريقة الغائب، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. لم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا غضوا أبصاركم، قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لأن في هذا العمل يعني انحرافا عن الطريق المثالي الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن. ولكن المرأة إضافة إلى أنها مأمورة بغض البصر أو غض بعض البصر كما ورد في الآية، ومأمورة أيضا بحفظ الفرج أي بالبعد عن الزنا وما شاكل الزنا من انحرافات هي أقل من الزنا أو هي مشابهة للزنا أو هي أخطر من الزنا، ومصداق ذلك قول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. إضافة إلى غض بعض البصر وإضافة إلى حفظ الفرج هناك أحكام أخرى في هذه الآية. ولكن هناك توجيه آخر، هو أن المرأة لا يجوز أن تنظر من المرأة ما بين السرة والركبة، يعني ما بين السرة والركبة عورة للمرأة على المرأة، إذن لا ينبغي أن تنظر المرأة لغير زوجها أو لأحد محارمها أو لمرأة فيما بين السرة والركبة، لأن هذا حد عورة المرأة على المرأة. لها أن تنظر إلى زوجها كيفما تريد من دون قيد أو شرط، وللمحارم لها أن تنظر إليهم بشكل معتدل من دون أن يكونوا في تبذل. يعني أحيانا في أسر الأخ في البيت قد يتجول في البيت بالثياب الداخلية، لا ينبغي للمرأة المؤمنة أن تنظر إلى أخيها بهذا الشكل، هذا شكل في تبذل مخالف للشرع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الفخذ عورة. يعني حتى المحارم الذين سمح الشرع للمرأة
أن تنظر إليهم يجب أن يكون النظر إليهم بوضع مقبول معتدل سليم، ليس فيه تبذل وليس فيه تكشف. يضاف إلى ذلك أن عورة المرأة على المرأة ما بين السرة والركبة، إذن الأمر بغض البصر يشمل هذه الجهات الثلاثة. يضاف إلى ذلك أن المرأة عند الضرورة لها أن تنظر إلى الرجل بفتوى بعض العلماء في حالات الإسعافات، في حالات المعالجة، قد تكون هذه ممرضة في ظرف عصيب، رجل في حال خطرة، أباح لها الشرع أن تنظر إليه لعلة تطبيب، أو في حالات قاهرة، كما أحل أو أباح الشرع للرجل أن ينظر إلى المرأة لمجموعة من العلل، منها التطبيب، ومنها الخطبة، ومنها الشاهد، ومنها القاضي. فالقاضي أيضا له أن ينظر إلى وجه المرأة الأجنبية ليعرف هويتها، وكذلك الشاهد، وكذلك الطبيب. ويجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل إذا كان قد خطبها، طبعا حينما ينظر إليها تنظر إليه، انظر إليها فذلك أحرى أن يؤذن بينكما. يضاف إلى غض البصر ولا يبدين زينتهن. الزينة في اللغة ما يتزين به الإنسان من حلي أو من خضاب، يعني يا مساحيق يا حلي، هذه هي الزينة في اللغة. ولا يبدين زينتهن. طيب، في عنا سؤال، هل حرام أن تنظر إلى حلية في السوق؟ يعني إسوارة، حلق، خاتم، هل محرم عليك أن تنظر إلى سوار لامرأة معروض في محل تجاري؟ الجواب لا، ليس حراما. إذن ربنا سبحانه وتعالى حينما وجه المرأة أن تغض بصرها عن الرجال وألا تبدي زينتها، المقصود بالزينة الحلي في مواضعها، يعني السوار في المعصم، والعقد في الجيد، والخلخال في الساق، والقرط في الأذن. يعني ولا يبدين هذه الحلي وهي في مواضعها. محرم على المرأة أن تبدي للرجال الأجانب هذه الزينة وهي في موضعها. ولا يبدين زينتهن. وكأن القرآن الكريم أراد بالزينة مواقعها، أراد بالزينة مواقعها، مواقع العقد الرقبة والجيد. إذن لا ينبغي للمرأة أن تظهر رقبتها وجيدها للأجنبي. مواقع الزينة المعصم، لا ينبغي للمرأة أن يبدو معصمها للأجانب. مواقع الزينة الأذن وصفحة العنق، لا ينبغي للمرأة أن تبدي أذنها وصفحة عنقها للأجانب. مواضع الزينة الساق، لا ينبغي للمرأة المسلمة أن تبدي ساقها وما فيه من خلخال للأجانب. والحمد لله رب العالمين.